بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للنصاب لكن إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم يدك بعد الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عامية ناصبة أصلى نار حامية تسقى بعين آلية ليس طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة سعيا راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية بها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وسرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى ويحذرهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.